نحن من وقت مبكر قناة وعدسة الإخبارية تتجول على حدود الشريط الحدودي لمنطقة نجران مع المملكة العربية السعودية، أيضا مع اليمن، وخط التماس وخط النار. يعني نسلط الضوء أكثر على جميع القطاعات التي تعمل يدا بيد لحماية الأراضي السعودية من أي محاولات من الميليشيات الحوثية. الآن يعني نتحدث بشكل أكثر عن الخدمات الطبية التي تقدمها وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة التي تعمل مع الجهات ذات العلاقة على الشريط الحدودي بكل تقديم خدماتها الطبية. معي الآن الملازم الطبيب ناصر القحطاني، يتحدث سويا عن هذه الخدمات على الشريط الحدودي. نرحب بك عبر قناة الإخبارية. بداية نتحدث أكثر عن مهامكم على الشريط الحدودي. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. في البداية نحن فرق طبية إسعافية ميدانية مكلفين من الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية. مهمتنا هي مباشرة الحالات والإصابات وتقديم الرعاية الصحية الأولية والإسعافية لها، ومن ثم إخلاء الحالات الإسعافية إلى أقرب مستشفى من كل مركز. طبعا نشاهد أيضا هناك عدد كبير من الإسعافات على خط النار أو خط التماس، لو نتحدث عن جاهزية هذه الإسعافات الميدانية. نعم، نحن لدينا خطة عمل مشتركة وتنسيق وتعاون مع الفرق الإسعافية الطبية بالجيش، وأيضا الفرق الإسعافية الطبية بالحرس الوطني، كذلك أيضا لدينا تنسيق مع الهلال الأحمر. أيضا فرقنا الإسعافية الطبية ولله الحمد مجهزة بكامل الأدوات والمستلزمات والأجهزة الطبية، ونحن بإذن الله على أتم استعداد لكل طارئ. ايضا لو نتحدث عن الاوضاع في الشريط الحدودي الان. والله مثل ما انت شايف، طبعا احنا الان في عارف منطقه تماس في الشريط الحدودي السعودي اليمني، ولله الحمد حتى هذه اللحظه الامور طيبه والاوضاع مطمئنه. كذلك نشكر قناه الاخباريه على تواجدها المبكر وتغطيتها للاحداث. يعطيك العافية، شكرا لك الملازم ناصر على هذه الجهود والبقية أيضا الزملاء والجنود. يعني هنا سالم ومشاهدينا الكرام أضعهم في الصورة أن جميع القطاعات هنا على الشريط الحدودي من الجيش وأيضا من حرس الحدود ومن جميع القطاعات وأيضا الحرس الوطني، جميع القطاعات تعمل يدا بيد لحماية الحدود السعودية من أي ظهور ميليشيات على الشريط الحدودي. سالم،